صباح الخير، بصبح على حضراتكم، بصبح على كل مشاهدي شبكة ان تي ان ومشاهدي قناة نايل لايف. النهاردة الخميس 27/10/2011، كل يوم أحداث جديدة وكل يوم أخبار جديدة وكل يوم في جديد، ويا رب دايما كل الجديد يكون كويس ويكون في صالح مصر. صباح الخير يا عايدة، صباح الخير يا فادي. صباح الخير يا فادي، صباح الخير يا رانيا، صباح الخير على كل مشاهدين شبكة ان تي ان مرة تانية. يمكن من أهم الأحداث النهاردة هو تبادل الأسرى المصريين اللي موجودين في إسرائيل. النهاردة هنقدر نسترد 25 من الأسرى المصريين مقابل إيلان جرابيل، الجاسوس الإسرائيلي اللي كان متواجد في مصر أثناء مظاهرات 25 يناير. فبعتقد ده من الأخبار الإيجابية اللي نحب كده نبتدي بيها يومنا، علشان يا رب يبقى يوم إيجابي ويا رب يبقى عندنا دايما أخبار إيجابية بنقولها لكم في نهارك سعيد يا رب. صباح الخير مشاهدينا، ويوم جديد زي كل يوم، يا رب يكون يوم أحسن من اللي قبليه. بس يمكن من الأخبار الكويسة زي ما بتقول عايدة إن في أخبار إيجابية، إنه صدر حكم من القضاء الإداري بحقية تصويت المصريين في الخارج على الانتخابات، ورغم ده ممكن يطعن عليه لكن ده في حد ذاته شيء إيجابي جدا وحاجة تفرح حوالي 10 مليون مصري بره مصر. نتمنى الأخبار الإيجابية تستمر. هيكون معانا فقرة عن تصويت المصريين في الخارج، هيكون معانا الكاتب الصحفي استاذ احمد عثمان، هنتكلم معاه بالتفصيل عن الموضوع. كمان هيكون معانا فقره عن استرداد اموال مصر من الخارج في اي مكان، اذا كانت في سويسرا او اذا كان في اي مكان. اتكلمنا عن انه في اموال للمصريين بالخارج او حتى لاولاد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، اذا كانوا جمال مبارك او علاء مبارك. يعني موضوع كمان الحقيقه بنتكلم فيه بقالنا فتره، والنهارده هنتكلم فيه بالتفصيل اكتر. هيكون معانا دكتور محمد محسوب، عميد حقوق المنوفية. دايما بنسمع عن، ويمكن تحديدا بقى الفترة الأخيرة، بنسمع عن مجموعة من السيدات أو الأسر اللي بيضطروا إن هم يقترضوا علشان ظروف الحياة صعبة وعلشان يقدروا يعيشوا حياتهم بشكل أحسن. ممكن يبقى عليه مضية كمبيالة 500 جنيه بتوصل الأرقام، مش أرقام كبيرة يعني 1000 جنيه، وإحنا بنتكلم على استرداد المليارات من الخارج. بنلاقي في عدد كبير جدا من الستات موجودة في السجن واخدة أحكام عشان كمبيالة ب 500 جنيه ولا ب 700 جنيه ولا حتى 1000 جنيه. فيعني الموضوع الحكم بقى في الحاجات دي بيبقى سريع جدا، سبحان الله جداً. يعني حتى لو مش سريع بتاخد حكم كذا سنة وتقعد في السجن كذا سنة علشان كمبيالة ب 500 جنيه، في حين إن إحنا مش عارفين نرجع مليارات كانوا بياخدوها، وكانوا يعني هي مفارقة كوميدية. بس النهارده هيكون عندنا فقرة خاصة جدا عن الأسر المتعففة، الأسر اللي فعلا عندها صعوبة في أنها ترد الفلوس اللي هي استلفتها. وهيكون معانا رشا خليفة منسقة مشروع كفالة الأسر المتعففة عشان نفهم تفاصيل أكتر عن الموضوع وإيه المساعدة اللي هما بيقدموها للأسر دي. لكن خلونا نروح نبتدي فقراتنا بفقرة الصحافة مع أستاذة مالي الدين حسين، مدير تحرير ريادة الشروق، مع رانيا بعد الفصل على طول، تابعونا.